في ضلوعنا كربلاء، فهي فينا ندى وعشب وماء. هو العلامة والمرجع الديني السيد محمد حسن الأمين ابن بلدة شقرة الجنوبية ونجل العلامة الراحل السيد علي الأمين، توفي إثر مضاعفات إصابته بفيروس كورونا. في رثائه كتب الشاعر شوقي بزايع: لم يكن الكورونا سوى الوباء المخلص الذي وفر لك الذريعة الملائمة للإشاحة بوجهك عما دخل من أشلاء البلاد في طور التعفن النهائي. بلى، لقد قضيت اختناقا يا سيد الكلمات النبيل، لكن كورونا ليس وحده مسؤولا عما أصابك، لأنه لم يقطف منك سوى زفرة الروح الأخيرة، ولأن التضييق عليك بدأ منذ عقود، إذ بقدر ما شكل فكرك التنويري الوجه الأكثر مصاعة للمقاومة الحقة، بدأ في الوقت ذاته نوعا من الانحراف المحرج عن الامتثال القطيعي واستقامة الانغلاق. ولد الأمين عام 46 بعد الانتهاء من المدرسة الابتدائية، تزامنا ومتابعة علمه على يد والده العلامة السيد علي الأمين، تابع دراسته في النجف الشريف وتخرج منها عام 67، ثم تابع دراساته العليا حتى عام 72. عرف بانفتاحه وكان جسر تواصل بين مختلف التيارات الدينية والفكرية والسياسية، وخصوصا بين القوميين والإسلاميين. ساهم في تأسيس المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الإسلامي والمنتدى القومي العربي، كما كان جسر تواصل بين الاتجاهات الدينية والعلمانية، وقدم أطروحات عدة عن العلمانية المؤمنة ومصالحة الدين مع الدولة المدنية، وكان يرى أن مسألة الدولة والحكم هي شأن بشري وليست مسألة دينية. رفيق دربه هو العلامة الراحل السيد هاني فحص الذي توفي عام 2014، وفي رثائه كتب له قصيدة حفرت على قبره وقال فيها: لا أطيق بأن أراك فقيدا، قم واجل عن صدر الغيوم السودا، قم وارتحل بدمي وشق ببهجتي قبرا، وأوغل في حشايا بعيدا، واسكن شغاف القلب إن شغافه عطشا، فكن مطرا لها ورعودا. دخل الأمين سلك القضاء الشرعي الجعفري عام 75، ثم عين قاضيا في مدينة صور حتى عام 77، وانتقل إلى مدينة صيدا وبقي رئيسا لمحكمتها حتى عام 97، كما كانت له مواقف واضحة في دعم المقاومة الوطنية والإسلامية خلال الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 82، ما دفع بقوات الاحتلال إلى طرده إلى بيروت. دعم المقاومة لم يكن على حساب تمايزه السياسي، فرعى تأسيس اللقاء اللبناني الشيعي الذي ضم نحو 300 شخصية شيعية متنوعة، وعرف الأمين بنقده الشديد لولاية الفقيه. بإمكان نظام مدني في إيران أن يقدم أكثر بكثير مما قدمت دولة ولاية الفقيه. طبعا لا أريد أن أقول أن إيران جامدة. كما كان الأمين من أبرز المعارضين لتدخل حزب الله في الحرب السورية. إذا أراد أن ينطلق من هويته الشيعية ومن عقيدته الشيعية، بأي وجه يمكن أن يقف مع نظام سياسي ضد شعبي؟ في موازاة الفقه والشرع والسياسة كانت للعلامة محمد حسن الأمين إسهامات شعرية عدة، وفي احتفال تأبيني لأحد الشعراء في الجامعة الأمريكية في بيروت كان يحضرها سعيد عقل، ألقى الأمين قصيدة دفعت بسعيد عقل إلى أن يقول له: اليوم أشهر أنني مطمئن أني إذا مت فسيكون هناك من يرثيني. السيد محمد حسن الأمين العلامة والقاضي الشرعي والشاعر والسياسي المقاوم وسيد العمامة الحمراء، الذي كان يفضل دائما تقديم نفسه كمفكر ديني إصلاحي، توفي اليوم عن 75 عاما وشيع في بلدته شقرة الجنوبية.